مرحبا، اليوم درسنا حيكون عن الهجرة اللي هي الخلية. مثل ما بنعرف انه الخلية هي اصغر مكون بجسم الكائن الحي، وهي الوحدة البنائية الاساسية. طبعا الكائنات الحية حسب عدد الخلايا بتنقسم لنوعين، تنقسم لوحدات الخلية ولكثيرات الخلية. فخلينا نشوف تعريف الكتاب للهجرة. عم بيقولوا لنا جون لوك وزالي جوستران انكو تشوكيا بوبيريمينا هجرة ادو فيريلي، يعني الخلية هي الواحدة البنائية الأصغر التي تظهر خواص الكائن الحي. إنسان وجود ذات أوكسيدة هجرة مولونور، عم بيقولوا لنا إنه بتواجد عدد كتير كبير من الخلايا بإنسان وجود ده، يعني بجسم الإنسان. هناك عرشة تكبير هجرة دان أولوشان جان لولار دا باردر، كمان في عنا كائنات حية كمان بتتكون من خلية وحدة. تكبير هجرة دان أولوشان يعني بتتكون من خلية وحدة. بعدين هلأ نبلش نحكي عن المكونات الأساسية للخلية. الخلية بتتكون من 3 أجزاء رئيسية اللي هن مثل ما شايفين هون، هذا الشكل بيعبر لنا عن خلية. طبعا الخلية بشكل أساسي ما هيك شكلها، بس هذا مشان نعبر يعني. المكونات الأساسية أو الأجزاء الرئيسية اللي هي أول شيء عنا الهجرة الذرو اللي هو غشاء الخلية، عنا السيتوبلازما اللي هي السيتوبلازما أو الهيولة، وفي عنا التشيكيرديك اللي هي النواة. أول شيء رح نبلش بالهجرة الذرو اللي هو غشاء الخلية. غشاء الخلية بالأساس مهمته إنه يحيط بالخلية ويحميها من الوسط الخارجي، يعني إنه يفصل المكونات الداخلية تبعات الخلية عن الوسط الخارجي أو عن الخلايا الثانية. طبعاً غشاء الخلية بتكون من عدة أجزاء رئيسية، بتكون من الكربوهيدرات اللي هن النشويات، بتكون من الياء اللي هن الدهون، وكمان بتكون من البروتينات. وهو عنده خاصية التمرير الاختيارية، يعني إنه حسب نوعية المواد ممكن يدخلها لجوا ممكن ما يدخلها، أو حتى مواد موجودة جوات الخلية كمان إنه بعض المواد بيسمح لها تطلع لبرا وبعض المواد ما بيسمح لها تطلع. فبالتالي هي بتتسمى خاصية التمرير الاختياري. فإذا هلأ شفنا هون شو كاتبيننا بالكتاب عن الهجرة الذرو اللي هو غشاء الخلية، عم بيقولوا لنا هجري بولندو أورتاندان أيوران، يعني هو بيفصل الخلية عن المكان الموجودة فيه ونودش إتكالاردان كرويان، كمان بتحمي من المؤثرات الخارجية في أونا شكيل فران بير يبو، وكمان بيعطيها الشكل للخلية. كربوهيدرات يا في بروتين دان أورشول، يعني غشاء الخلية مكون من 3 مواد رئيسية اللي هن الكربوهيدرات يعني النشويات يا الدهون وبروتين اللي هن البروتينات. هجرة الذرو عم بيقولوا لنا غشاء الخلية اسنيك يعني مرن في ستشيجي جيتشيرجان وزالي كتدير، يعني هو مرن وكمان عنده خاصية التمرير الاختياري. ستشيجي يعني اختيارية وجيتشيرجان يعني تمرير. وصايدة هجرية ألوراجاك في هجرة دشنا أصلاجاك مادة لارين جيتشيشي كنترول إدار. فبالتالي بسبب وجوده لغشاء الخلية وبسبب خاصية التمرير الاختيارية تبعيته، فهو بيتحكم بالمواد اللي رح تدخل لجوات الخلية. عم بيقولوا لنا هجرية ألوراجاك يعني المواد اللي رح تدخل لجوات الخلية، أو حتى هجرة دشنا أصلاجاك مادة لار أو المواد اللي رح يتم رميها لخارج الخلية. بعدين هلا رح نحكي عن الجزء الثاني اللي هو التشيكيرديك اللي هو النواة. مثل ما شايفين هون النواة تقريبا بتتواجد بمركز الخلية. المهمة الأساسية لها هي توجيه الخلية، يعني كل العمليات اللي راح تصير بالخلية هي اللي بتتحكم فيهم وبتوجههم. طبعا داخل النواة بتواجد عنا مادة اسمها الـ DNA اللي هي الحمض النووي أو المادة الوراثية اللي بتحدد كل الصفات الوراثية تبعية الكائن الحي. طبعا كمان داخل التشيكيرديك في عنا كمان شيء اسمه تشيكيرديك تشيك اللي هو النوية، اللي هي كمان بتحوي على مواد خاصة فيها. فخلينا نشوف هلا تعريف الكتاب للتشيكيرديك. عم بيقولوا انه هجره لا ديجنال ليك لمركزيه كون بير يير دي بولونور، يعني
عم بيقولوا لنا جنان ليكلا يعني بشكل عام انه بتتواجد بمكان قريب من المركز. هجرانين يونيتيم في كلطم مركزي دير، وهي مركز اليونيتيم يعني التوجيه، والكلطم يعني الوراثة للخلية. هجرانين بويومي جلشمي بولونمي صولونوم وشالطوم جيبي فعاليات لاريني يونيتير، يعني هي بتوجه الفعاليات تبعات الخلية مثل شو؟ مثل البويومي يعني النمو، جلشمي التطور، بولونمي الانقسام، صولونوم تنفس، وشالطوم الاطراح. هدول كل الفعاليات الموجودة بالخلية كلياتهم بتوجهون النوم. تشكيردك اتشين ليت تشكيردك تشيك في تشكيردك صبو صبو هنور. كمان عم بيقولوا لنا انه داخل النواه في عنا شيء اسمه تشكيردك تشيك اللي هو النويه، وكمان في عنا تشكيردك صبو اللي هو السائل النووي. اي رجا ديني ا ادوفيريلان، كمان عم بيقولوا لنا في شيء اسمه ديني ا فيتوم كالوتسان وزالي كلارين كايوتلو اولدو يابودا شكل دكتير الله. كمان في عنا الديني آ اللي هو موجود فيه كل الخواص الوراثية، كالأطفال وذلك لار اللي هن الخواص الوراثية، فهو بيحمل كل الخواص الوراثية وبيتواجد داخل الشكل دك يعني داخل النواة. بعدين عنا شيء اسمه الجين أو الجين. الجين هو عبارة عن قطعة أو جزء من سلسلة الديني آ، وهو مسؤول عن إظهار صفة معينة عند الكائنات الحية. يعني مثلا ممكن نقول عند الإنسان إنه في عنا مثلا جين مسؤول عن لون الشعر، جين مسؤول عن نوع الشعر، جين مسؤول عن لون العيون، مثلا جين مسؤول عن لون البشرة، وبهذا الشكل. فكل جين موجود بجسمنا هو جين مسؤول عن صفة وراثية محددة خاصة فيه. فعم بيقولوا لنا كالتصال وزال الكلار ديني آ وزارين دي تشيت لبول جلار دي يير ألر، يعني الخواص الوراثية على ديني آ على سلسلة الديني آ بتتواجد ب مناطق مختلفة. تشيت لبول جلار يعني مناطق مختلفة، هاي المناطق رح نسميها جين يعني جين. عم بيقولوا لنا الجين لار الجينات ممكن يحددوا لنا خواص مثل شو؟ مثل مثلا ساج تي بي يعني نوع الشعر، جوز رينجي لون العيون، جنسيات او الجنسيه. يعني في عندنا جينات بتحدد انه جنسيه الطفل او جنسيه الجنين انه راح تكون ذكر او انثى. بير دي ان اي او زرين دي بير ده فاز لجين بولونا بير. عم بيقولوا لنا انه فوق سلسله الدي ان اي ممكن يتواجد عندنا اكثر من جين، يعني ممكن يتواجد مئات او حتى آلاف الجينات. بعدين هي سلسلة الديني آم لما بتحيط ببروتين يعني بتلف ببروتين خاص، فبتسمى الشبكة اللي بتتشكل بتسمى الكروماتين آ اللي هي شبكة الكروماتين. بعدين هاي شبكة الكروماتين أثناء انقسام الخلية لما بتتجمع على بعضها وبتتكاثف فبتشكل بناء اللي هو مثل ما شايفينه هذا هون اللي هو الكروموزوم، اللي هو بعدين بتواجد بالخلية بأثناء مرحلة الانقسام. بعدين لما الخلية توقف عملية الانقسام تنتهي عملية الانقسام بيرجع مرة تانية بتحول لسلسلة ديني آ وخيوط كروماتين. فعم بيقولوا لنا ديني آ نورمال دي كروماتين آ أدوفريلان كارماشوك بير هال دي بولونور، يعني عم بيقولوا لنا أول شيء ديني آ بتواجد على شكل شبكة كروماتين، وهي شبكة معقدة يعني اسمها بدل إنه هي شبكة يعني معقدة. هجرة بولونجي زمان يعني الخلية لما بدها تنقسم ديني آ كصلب كنون نشر، فالديني آ بيقصر وبيتخان في يون لشرك وبيتكاثف على نفسه كروموزوم هاليني ألر، فبياخد شكل كروموزوم مثل ما شايفين هون بالرسمة هاي بتوضح لنا هذا الشيء اللي عم بيحكوا لنا اياه. مثلا هاي عنا هون خلية هجرة، الخلية جواتها مثل ما قلت لكم في عنا النواة اللي هي هاي شايفينها هون مدورة. إذا طلعنا جوات النواة فرح نشوف هدول اللي هن على شكل إكس هون، اللي هن هدول كبرناهم هون فشفنا هدول الكروموزومات. هدول الكروموزومات قلنا مكونه الأساسي هو سلسلة الديني آ لما تجمعت على بعضها وتكاثفت وأخذت هذا الشكل، فصارت بالأخير أخذت شكل الكروموزوم. فهي السلسلة شايفين هدول الخيوط هن عبارة إذا فكيناهم عن بعضهم فرح يعطونا هذا الشكل اللي هن خيوط الديني آ. مثل ما قلت لكم قبل شوي إنه الديني آ
كل جزء من الـ DNA هو عبارة عن جين، وهذا الجين مسؤول عن صفة وراثية محددة. فبالتالي هون أشرونا قالولنا إنه هاي القطعة من الـ DNA هي عبارة عن جين، وطبعا المكون الأساسي لسلسلة الـ DNA بيتسمى نيكليوتيد. فهذا الشيء الصغير هون اللي شايفينه هو عبارة عن نيكليوتيد. فخلينا نكمل هون اللي عم بيقولولنا، يعني عم بيقولولنا كروموزوم سايز اينوتوري اي جانلاردا اينودر، يعني عدد الكروموزومات عند نوع محدد من الكائنات الحية بيكون نفسه. يعني مثلا عدد الكروموزومات عند الإنسان 46، يعني عند أي إنسان بالكرة الأرضية، طبعا الإنسان الطبيعي لازم يكون عدد الكروموزومات عنده 46. عم بيقولوا لنا فقط ولكن فاركلو جان لاردا عند الكائنات المختلفة كروموزوم سايس ليش كان لي كوستريبلير، يعني عدد الكروموزومات بيكون مختلف. مثلا عم بيعطونا هون عدة أمثلة، عم بيقولوا إن عند الإنسان في 46 كروموزوم، عند الإيرلتي أوتو اللي هو نوع من أنواع النباتات نبتة السرخس عند 500 كروموزوم، مثلا تشيكيرجي اللي هي الجرادة عند 14 كروموزوم. فمثل ما شايفين إنه اختلاف نوع الكائن الحي بيختلف معه عدد الكروموزومات الموجودة. هلا حننتقل على القسم الثالث من أقسام الخلية اللي هو السيتوبلازما أو الهيولة. قلنا السيتوبلازما هو عبارة عن سائل اللي بيملأ الخلية من جوا، وهو تقريبا القوام تبعه مثل القوام تبع بياض البيض، يعني هو نصف سائل، يعني مو سائل بشكل كامل. بيتواجد جواته كل العضيات الموجودة بالخلية، فهو بيساهم بانتقال المواد جوات الخلية، وبتواجد فيه العضيات الموجودة بالخلية. فعم بيقولوا لنا السيتوبلازما هجرة ذرة إلي تشيكيرديك أرسنة دولوران، فهو وين بيملأ المسافة الموجودة بين الغشاء الخلية وبين النواة، يعني هو بيملأ كل الخلية من جوا. يمرتأك كوفاموندا، يعني هو القوام تبعه مثل بياض البيض. يرو اكشكام بير صفدر، هو سائل نصف، يعني سائل نصف سائل، يعني انه له قوام، يعني ما انه سائل مثل الماء، لا مثل بياض البيض. سيتوبلازما ايتشيندي فاركلو غوريف لاري يابماك اوزيري، يعني هو يابماك اوزيري اوزيل لشميش بازي بولار باردر، يعني بتواجد داخل السيتوبلازما اعضاء مختلفه وهنن اوزيل لشميش، يعني متخصصه لها وظائف مختلفه. فاركلو غوريف لار يعني لها وظائف مختلفه. مثلا مادة إلى تيمي نقل المواد، إنرجي أوريتيمي إنتاج الطاقة، بوشالطم الإطراح، جيبي يا شامسار فعالية لار، مثل هدول الفعاليات المعيشية. جيرتشيك لشتي بويا بولار أورغاني الأضو فيليلي، معناتها العضيات اللي بيعملوا هدول العمليات أو هدول الفعاليات المعيشية داخل الخلية بنسميهم أورغانيل، يعني عضي. بعدين هلا رح ننتقل على انواع الخلايا عند الكائنات الحيه. في عنا نوعين، في عنا خلايا حيوانيه وفي عنا خلايا نباتيه. اول شيء بالنسبه للخلايا الحيوانيه شكلها بيختلف عن شكل الخلايا النباتيه. الخلايا الحيوانيه شكلها مدور، تقريبا مدور، يعني ما مدور بشكل كامل. فعم بيقولوا لنا الهايفان هجره سنين يوفارلاك، يعني الخليه الحيوانيه يوفارلاك يعني مدوره. اما البتكي هجره سنين اسي، اما الخليه النباتية كوشيلي يعني ذات زوايا أو ذات شكل هندسي. هلأ رح نبلش نحكي عن العضيات الموجودة داخل الخلية. طبعا في عنا بعض العضيات بتكون بس موجودة عند الخلايا الحيوانية، في بعض العضيات بس موجودة عند الخلايا النباتية، وفي بعض العضيات مشتركة عند النوعين من الخلايا. فأول شيء مثل ما شايفين هون هدول هاي الخلية الحيوانية، هدول اللي مأشرين عليهم باللون الأحمر هن العضيات الموجودة عند الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية بشكل مشترك، أما اللي هدول اللون الأزرق فهن الموجودين بس عند الخلايا الحيوانية. فأول شيء رح نبلش بالرقم واحد اللي هو الريبوزوم، هون مأشرين عليه، وينه؟ هون مأشرين عليه الريبوزوم،
هذا النقط اللي شايفينهم هون. الريبوزوم هو مهمته بالخلية إنتاج البروتين، وطبعا بتواجد عند كل أنواع الخلايا سواء الحيوانية أو النباتية. فعم بيقولوا لنا الريبوزوم بروتين سينتيزيندان سوروم لو أورجانيل، يعني هو العضي المسؤول عن إنتاج البروتين تنجان هجرة لاردة بغنور، يعني بتواجد بكل أنواع الخلايا الكائنات الحية. العضي الثاني اللي هو الجولجي جسم جي أو جولجي أيجوتا اللي هو جهاز جولجي رقم 2 اللي هو شايفينه هون. جهاز جولجي كمان بتواجد بالخلايا النباتية والخلايا الحيوانية، ومهمته هي تغليف المواد اللي بيتم إنتاجها داخل الخلية، وكمان إنتاج المواد اللي راح يتم افرازها لخارج الخليه. فعم بيقولوا لنا بتكيفي هايفان هجره لاريندي باكيت لما يبلمص، يعني بيعمل باكيت لما يعني بيغلف داخل الخلايا النباتيه والحيوانيه في صالغ وريتيل مسندان سورولو اورجانيل، كمان مسؤول عن انتاج اوريتميك يعني الانتاج صالغ يعني المفرزات. هلا بننتقل للعضي الثالث اللي هو الميتوكوندري اللي هو مثل ما شايفينه هون بهذا الشكل، كمان هو متواجد عند الخلايا النباتية والحيوانية ومهمته هي إنتاج الطاقة داخل الخلية. فعم بيقولوا إنه هجرنين إنرجي سنترالي جيبيدر، يعني هو مثل محطة الطاقة للخلية. جنال ديولان إنرجي يعني جريك ديولان إنرجي يعني الطاقة اللي لازمة أكسجين لصنوم إلى ميتوكوندري دي وريتيلير، يعني بيتم إنتاجها لهي الطاقة اللازمة بالميتوكوندري عن طريق الأكسجين لصنوم اللي هو التنفس الخلوي اللي هو عبارة عن إنتاج الطاقة داخل الخلية. بتكي في هايفان هجرة لاريندي أورتاك أولارك بولونور، يعني كمان بتواجد بشكل مشترك عند الخلايا النباتية والحيوانية. هلا رح ننتقل على العضي الرابع اللي هو الإندوبلازمي كريتيكولوم اللي هو الشبكة السيتوبلازمية الداخلية، مثل ما شايفينه بالصورة هون اللي هو عبارة مثل خيوط أو مثل شبكة متداخلة مع بعضها. عم بيقولوا لنا بتكي في هايفان هجرة لاريندي مادة إلى تيميندان سرملو أورجانيلدير، يعني هو العضي المسؤول عن النقل داخل الخلايا أو نقل المواد داخل الخلايا النباتية والحيوانية. العضي الخامس اللي هو الكفول اللي هو الفجوات اللي هو شايفينه مثل ما هون مثل الفقاعات أو الفجوات بيكونوا موجودين جوات الخلية، مهمتهم هي اختزان سواء المواد الغذائية أو الماء أو الفضلات، يعني بشكل عام مهمتهم هي الاختزان داخل الخلية. فعم بيقولوا لنا هجرة دي بالخلية بسين المواد الغذائية سو الماء أطك الفضلات جيبي مثل هدول المواد مادة لارين ديبولاند ييردير، يعني هي المكان اللي بيتم اختزان فيه هدول المواد. عم بيقولوا لنا هايفان هجرة لاريندكي كفولار، يعني الفجوات الموجودة بالخلايا الحيوانية كوتشوك في تشوك سايدادر، يعني اللي بيميزها انه حجمها صغير وعددها كبير. بعدين هلا اذا ننتقل على العضي السادس اللي هو الليزوزوم. الليزوزوم مهمته هو اول شيء هو بس موجود بالخليه الحيوانيه مثل ما شايفينه هون، ثاني شيء مهمته هي الهضم داخل الخليه يعني تفكيك المواد داخل الخليه. فعم بيقولوا لنا هايفان هجره سنده هجره ايتشي سندريم ده جريفيدير، يعني هو مسؤول عن سندريم يعني عن الهضم داخل الخليه الحيوانيه. كمان ممكن يتواجد عند بعض الخلايا النباتية ولكن الخلايا النباتية البدائية، عم بيقولوا لنا الكال بتكي هجرة لاريندي بولونور، يعني بتواجد بالخلايا النباتية البدائية. جليش مش بتكي هجرة لاريندي بولونواز، يعني لا يتواجد بالخلايا النباتية المتطورة. بعدين رح ننتقل هلأ على العضي السابع اللي هو السنتروزوم اللي هو الجسيم المركزي، مثل ما شايفين هون بهذا الشكل، أخذ هذا الشكل. هو كمان بس بتواجد بالخلايا الحيوانية ومهمته هي تشكيل الخيوط المغزلية أثناء انقسام الخلية، يعني مهمته الأساسية بتكون أثناء انقسام الخلية. عم بيقولوا لنا جنش مش بتكي هجرة لاريندي بولون مايوب، يعني ما بتواجد بالخلايا النباتية المتطورة. هايفان هجرة لاريندي بولونور فقط بتواجد بالخلايا الحيوانية. هجرة بولون ميسيندا جوريفلي ألر
جريفالر يعني بياخذ وظيفة أثناء انقسام الخلية، وجريبلون ميسي يعني انقسام الخلية. بعدين هلا رح ننتقل على البتكي هجرسي اللي هي الخلية النباتية اللي شايفينها بهذا الشكل، قلنا كما قلت لكم قبل شوي اللي هي بتاخد شكل هندسي لأنه الخلية الحيوانية تقريبا شكلها دائري، أما الخلية النباتية لها شكل هندسي مثل ما شايفين هون. كمان في بعض العضيات مشتركة اللي هن شايفينهم هون، 1، 2، 3، و4، و5 مشتركين مع الخلية الحيوانية، وفي عنا 6 و7 هدول العضيات بتتميز فيهم الخلية النباتية. فهون الريبوزوم حكينا عنه، الجولجي جسم جي حكينا عنه، ميتوكوندري حكينا عنه، والاندوبلازميك ريتيكولوم كمان حكينا عنه، نفسهم تماما بالخلية الحيوانية. ولكن الكفول صح موجود بالخلية النباتية والحيوانية، ولكن في اختلاف، هو كوظيفة نفس الوظيفة هي اختزان المواد، ولكن كشكل أو كوجود بيختلف. عم بيقولوا لنا بيتكي هجرة لارينديكي كفولار، يعني الفجوات الموجودة بالخلايا النباتية هايفان هجرة لارينديكي لارينيه جوري ذهب ويوكبي أصيدادر، يعني عددها أكبر، عفوا حجمها أكبر وعددها أقل من الخلايا الحيوانية. معناتها الفجوات بالخلايا الحيوانية حجمها صغير وعددها كبير، أما بالخلايا النباتية حجمها كبير وعددها صغير. بعدين ننتقل هون على العضي السادس اللي هو الكلوروبلاست اللي هن الصانعات الخضراء. هدول الصانعات الخضراء مثل ما شايفين هون بهذا الشكل، هن فقط بتواجدوا بالخلية النباتية، ومهمتهم هي القيام بعملية التركيب الضوئي وإنتاج الأغذية والأكسجين. فعم بيقولوا لنا بتكي هجرة لاريندي بولونان، يعني بتتواجد بالخلايا النباتية وبتكي يشير رينج فيران أورغانيلدير، وهي بتعطي النباتات اللون الأخضر لأنه بتحوي على صباغ اسمه اليخضور. بتكينين بسين في أكسجين وريتيمي بوردا جيرتشيكليشير، يعني إنتاج البسين إنتاج الغذاء وإنتاج الأكسجين بيصير بهذا العضي اللي هو الكلوروبلاست. آخر عضي موجود عنا بالخلية النباتية اللي هو الهجرة تشيبيري أو الهجرة دوفارو اللي هو جدار الخلية اللي شايفينه هون، قشرين عليه هاد، في عنا غشاء الخلية بعدين بيجي فوقه جدار الخلية. طبعا بس بيتواجد كمان بالخلايا النباتية، وهو بيعطي الخلية النباتية الشكل تبعه وبيعطيها القوام وبيحميها من المؤثرات الخارجية. فعم بيقولوا إن هايفان هجرة سندي بولون ميب، يعني ما بتواجد بالخلية الحيوانية، بتكي هجرة سندي بولونان، فقط بتواجد بالخلية النباتية هجرينين دش اتكان لاردان كرون مصنو شكل المصنو صاليان يقدر، يعني هو بيعطيها الشكل وكمان بيحميها من المؤثرات الخارجية. هلا رح ننتقل على فقرة جديدة اللي هي الهجرة الخلية الدكون نسيج أورجان العضو سيستيم الجهاز والأورجانيزما اللي هو الكائن الحي الاشكيسي، يعني علاقة هدول ببعضهم. مثل ما حكينا قبل شوي إنه الهجرة الخلية هي المكون الأساسي أو أصغر مكون بجسم الكائن الحي، فالخلايا لما بترتبط مع بعضها بتشكل لنا شيء اسمه نسيج اللي هو بالتركي اسمه دوكو، معناتها الخلايا نوع معين من الخلايا لما بترتبط مع بعضها فبتشكل لنا نوع معين من الأنسجة. يعني مثلا عم بيقولوا لنا هون هجرلردن بازلر اينو جريفي يابماك ايتشين بير اريا جالير، يعني بعض الخلايا مشان تعمل نفس الوظيفة بتتجمع مع بعضها. فعم بيقولوا لنا بو هجرة تطلونا دوكو ادو فيريلير، فهذا التجمع من الخلايا بيسمى دوكو يعني النسيج. مثلا عم بيقولوا لنا هون امثلة، مثلا عند النباتات، اول شيء عند الحيوانات عفوا هاي فالاردا، مثلا عند الحيوانات في عندنا مثلا كاس دوكوسو اللي هو النسيج العضلي، او السينير دوكو اللي هو النسيج العصبي، كان دوكو اللي هو النسيج الدموي، جيبي دوكولار بولونور، او كمان عند البتكيلار عند النباتات في عندنا السورجين دوكو،
في عندنا الإيلاتيم دوكو اللي هو النسيج النقل جوات النبات، ديستيك دوكو اللي هو النسيج الداعم، كلياتهم هدول الأنسجة موجودة عن الكائنات الحية. مثلا هون بالصورة عم بيقولوا لنا هاي الكان هجري لاري، هدول الخلايا الدموية، فلما تجمعت كلياتها مع بعضها فتشكل عنا بالأخير كان دوكو اللي هو النسيج الدموي. بعدين الأنسجة بجسم الكائن الحي لما بتتجمع مع بعضها فبتشكل لنا شيء اسمه عضو اللي هو أورغان. فعم بيقولوا لنا تشيتلي دوكولارون بلير ليبير غوريفي يابماك أوزيري، يعني مجموع أو أنسجة مختلفة لما تتجمع مع بعضها مشان تعملنا وظيفة معينة. عم بيقولوا لنا بير أريجا المسيلة، يعني لما بتتجمع مع بعضها أوضوشان وجود يبص، يعني البناء اللي بيتشكل بالجسم بيتسمى أورغان يعني عضو. مثلا إذا نعطي مثال على عضو موجود بالجسم اللي هو الإيد. الإيد تتكون من 3 أنواع من الأنسجة، بتتكون من السنير دوكو اللي هو النسيج العصبي، الكاس دوكو اللي هو النسيج العضلي، والكان دوكو اللي هو النسيج الدموي. فتجمع هدول الأنسجة كلياتهم مع بعضهم بالأخير بيعطينا العضو اللي هو مثلا مثل ما قلنا هون اللي هو الإيد. بعدين أعضاء بجسمنا لما تتجمع مع بعضها كمان مشان تعمل وظيفة محددة فبتشكل لنا السيستم اللي هو الجهاز، يعني عم بيقولوا لنا أورغان لارغان بازل لارونوم بلير ليبير غوريفي يابماك أوزيري بير أريا جال مسيلة، يعني مشان يعملوا وظيفة مشتركة هدول الأعضاء بيتجمعوا مع بعضهم فبيشكلوا لنا السيستم. مثلا في عنا السنديريم سيستمي اللي هو الجهاز الهضمي، او الصولونوم سيستمي اللي هو الجهاز التنفس، او مثلا دولاشوم سيستمي اللي هو الجهاز الدوران يعني جهاز الدم الموجود بالجسم. فهدول امثلة عن بعض الانظمة الموجودة بجسمنا. بعدين الأنظمة السيستم لار لما بيتجمعوا بجسمنا فبالأخير بيعطونا الأورغانيزما اللي هي الكائن الحي. فعم بيقولوا لنا وجود تكي توم سيستم لار، يعني كل الأجهزة الموجودة بجسمنا بيربيريلي ويوم إتشيندا تشالشر، يعني بتشتغل مع بعضها بشكل متناسب، ويوم يعني بشكل متناسب مع بعضها. بنون سونوندا يعني بالنتيجة، وشان جال وجودنا أورغانيزما دينير. فنتيجة تجمعهم مع بعضهم وعملهم مع بعضهم بشكل منتظم أو بشكل متناسق فهذا بيشكل لنا بالأخير أورغانيزما اللي هي الكائن الحي. مثلا في عنا البيتكي هو عبارة عن أورغانيزما النبات، الهايفان كمان أورغانيزما، الإنسان كمان أورغانيزما أو يعني كائن حي بالأخير. مثلا هون عم بيوضحوا لنا هذا الشيء، عم بيقولوا لنا انه اصغر مكون بجسم الكائن الحي هو الهجره الخليه. الخلايا لما بتتجمع مع بعضها بتشكل لنا الدوكو اللي هو النسيج، بعدين الانسجه لما بتتجمع مع بعضها بتشكل لنا الاورغان اللي هو العضو، بعدين الاعضاء لما بتتجمع مع بعضها بتشكل لنا السيستم اللي هو النظام، بعدين الانظمه لما بتتجمع مع بعضها بتشكل لنا الاورغانيزما اللي هي الكائن الحي. وهيك بيكون درسنا خلص، إن شاء الله تكونوا استفدتوا وموفقين جميعا.